يا بهاء يا فندم سيادتك كلفتني اني اقبض عليه، ولما رحت له كلفتك تقبض عليه يا بني ادم، مش تضربه بالنار. ناقصين احنا بقى اخبار تنزل علينا تقول ضباط الداخليه بيضربوا نار على بعض. انت ايه يا اخي، غبي؟ وعملت ايه بيه بعد ما هرب منك؟ بلغت كل اللي جنبي مواصفات العربيه اللي هرب فيها وجابوها، بس ما كانش فيها. طبعا طبعا ما كانش فيها، عشان هو على الاقل بيفكر مش زيك. عايز حمزه بهاء، عايزك تقبض عليه وتجيبه لي هنا من سكات ومن غير ما حد يحس بينا، وعايزه عايش يا بهاء فيه الروح. اظن كلامي واضح. أوامر سعادتك. يلا باي باي. غدا، ايه اللبس والمكياج اللي انت عامله ده؟ ماله انا لابساه يا ماما؟ انت مش واخده بالك الناس ممكن تقول ايه؟ يقول لي يقولوا، انا بعمل اللي على مزاجي مش على مزاج الناس. طب خلاص خلاص يلا تعالي عشان تاكلي. ماما انت عارفه انا ما افطرش. بقول لك ايه، مش هتنزلي كده، يلا تعالي. يلا حاضر، هعمل لك شاي لحد ما تاكلي. حاضر يلا يا ماما. بكلمك يا سليم. بقولك هتسافر لوحدك؟ هي اسكندريه دي بقت سفر؟ انت مش هتبقى معانا يعني سفر؟ هما اسبوعين، اشوف اذا كنت هستريح معاهم وهم برضه اذا كانوا هيستريحوا معايا ولا لا. طيب والاسبوعين اللي في الاول دول مش هنا ليه؟ في ايه يا غادة؟ هي قوانين الشركه كده؟ اقول لهم غيروا قوانينكم عشان اقعد جنب مراتي؟ ايه يا سليم؟ هو انت من امتى بتكلمني كده؟ حقك عليا معلش، بس انا مصدقت لقيت شغل. ولا انت عاجبك قعدتي كده بالمنظر ده؟ طيب افرض يعني ما رضيوش يرجعوك القاهره، افرض عايزينك تفضل معاهم هناك، ساعتها بقى سيبهم وارجع هنا ادور على شغل تاني. طب انت مستريح؟ قصدي يعني مرتاح للشغل الجديد، عاجبك؟ ما اعرفش يا غدا، انا لسه ما شفتش. ماشي، بس انت هتكلمني كل يوم، يعني بدري متأخر قبل الشغل بعد الشغل ماليش دعوة، المهم ما يعديش من غير ما تكلمني. إن شاء الله. في إيه يا سليم مالك؟ دماغي يا غدا فيها 100 حاجة، وبفكر يعني أنا هشوف هاخد معايا إيه وأنا مسافر. أنت ما تشغلش بالك بالحاجات دي، أنا هجهز لك كل حاجة، افطر أنت بس وأنا هقوم أحضر لك الشنطة. ايه يا دودو، يعني ما اكلتيش؟ يا ماما بجد ماليش نفس، مش بتدلع، وبعدين انا خلاص اتاخرت على الشغل. يلا باي. والشاي هشربه هناك. مفيش فايده فيكي. اظن مفيش دليل اوضح من كده. بس اتاكدتوا ان الرصاصه دي خرجت من مسدس حمزه؟ انت عارف كويس ان انا مش هطلع امر بالقبض عليه الا لما اتاكد الاول. صبري، انا فاهم قلقك على حمزه وعارف طبيعه علاقتك بيه، بس انت كمان لازم تقدر موقفي. هو كده مش هيبقى متهم بقتل صلاح وبس، ده ممكن كمان يشيل موضوع ايهاب خيري واللي هو مختار. بس انا متاكد ان حمزه ما قتلش حد يا فندم. انا كمان متاكد، بس لا رايي ولا رايك هيفيده ما دام في دليل. هو بيتصل بيك؟ الحقيقة أنا حاولت أكلمه كتير لكن تليفونه مقفول. طب حاول تتصل بيه يا صبري، اقنعه إنه يسلم نفسه، يجي نقعد ونتكلم ونفهم فيه إيه. أنت أكتر واحد فينا ليك تأثير عليه، صدقني يا صبري كده أحسن له. أنا لو وصلت له هكلمك على طول. إن شاء الله. قبل ما نكمل عايز اعرف حاجة، ايه اللي يضمنني انك هتنشري كل اللي بقول لك عليه من غير ما تغيري فيه حاجة؟ امال انا بسجل ليه؟
التحقيق هينزل على موقع الجريده فيه كل الكلام اللي انت قلته وبصوتك. وتفتكري هيسيبوك تنشري اللي بقول لك عليه زي ما هو؟ دلوقتي غير زمان، اي حاجه بتنزل على الانترنت بتنتشر بسرعه جدا ويبقى صعب جدا تتشال. ماشي، بس عشان نبقى متفقين من الاول، لو اتغير حرف في اللي انا بقوله انت المسؤوله قدام. نكمل كلامنا؟ يا شيخ عبد الله، انا بقالي هنا اسبوع على شغل وشغال. وماله؟ لما نعوز منك حاجه انا مطلوب. نعم، يعني انا هفضل قاعد هنا لغايه لما تشوفوا انتوا عايزين مني ايه؟ ده ما كانش اتفقنا يا شيخ عبد الله. اذا كانت الحكايه كده اخد بعضي وامشي. تمشي تروح على فين يا باشمهندس؟ احنا جايبينك هنا علشان تاخد على المكان الاول وتتعرف على الناس. انا عايزك تحس انك بقيت خلاص واحد مننا. شوف يا باشمهندس، احنا هنا مش بنشتغل مع بعض، لا، احنا هنا عيلة واحدة، جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قال لي يا باشمهندس، أنت ما بتصليش معنا ليه؟ عشان بصلي في أوضتي يا شيخ عبد الله. وده كلام كده تضيع على نفسك ثواب الجماعة. ابقى تعالى الليلة دي وصلي معنا العيشة، احنا على فكرة بعد الصلاة. اسمع يا شيخ عبد الله، أنا مش جاي هنا أحفظ قرآن، أنا جاي عشان حاجة معينة، إذا ما كانتش هتحصل أخد بعضي وأتكل على الله. ماشي، تعالى معايا. اتفضل يا باشمهندس. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. يا أولاد، يبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربنا قال له إيه؟ كيف تحيي الموتى. الله يفتح عليكم. إيه؟ وقفت ليه؟ مين الراجل ده؟ دي الشير جابر، أميرنا وقائدنا. تعرف الشيخ جابر ده دخل المعتقل زمان زيك وفضل جواه سنين. آه لو تعرف الشيخ جابر شاف فيهم إيه واستحمل قديه عشان الدعوة، هتعرف إن كل اللي حصل لك ده ولا حاجة. بعد ما خرج
جه على هنا لمينا حواليه وادانا شرف اننا نساعده في الجهاد في سبيل الله. يعني هو الكبير اللي هنا؟ هنا ما فيش كبير وصغير، هنا فيه درجات، وكل ما تثبت ولاءك للدعوة بتطلع درجة. تعال ما اوريك جبناك هنا عشان ايه؟ جبل منهن جزءا ثم ادعوهم ياتي. عاملين الكلام يا مولانا؟ امين. يبقى سيدنا ابراهيم عليه السلام. ها ايه رايك؟ انتوا جبتوا الحاجات دي كلها منين؟ دي جزء من اللي ربنا كرمنا بيه. ها شوف كده ناقصك ايه؟ ناقصني ايه عشان ايه؟ عشان تشوف شغل. ايه مال؟ شغلي اللي هو ايه بالظبط؟ شوف يا باشمهندس، احنا الليله دي هنزور معسكر الامن المركزي اللي في العريش، وقبل ما نروح على هناك عايزينك تجهز لنا هديه حلوه. هديه ايه يا جدع انت؟ قنبله. قنبله؟ حاجه ندخلها المعسكر ونخرج وهي تكون باللازم. ها تقدر تخلصها في قد ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ انت عايزني اعمل لكم قنبله تروح تفرع بيها معسكر امن مركزي؟ امال انت فاكر نفسك جاي تعمل ايه؟ نزل ايدك. اللي انت طلبته مني ده انا مستحيل اعمله. فاهم ولا لا؟ انا اسف. انا اسف طبعا يا فندم ان انا طلبت اقابل سعادتك بالشكل ده، بس أنا لسه جاي من الوزارة دلوقتي حالا وعرفت كل حاجة خلاص. فندم صدقني أنا ما قتلتش صلاح. أنا مصدقك، بس بيقولوا إن الرصاصة طلعت من المسدس بتاعك أنت. ركز بقى، المسدس بتاعك فين؟ والله ما عارف يا فندم، دورت عليه في كل حتة مش لاقيه، وده هيجنني. ما ينفعش يجننك، اللي ينفع إنك أنت تدور عليه وتلاقيه. أنا دايما بسيب المسدس بتاعي في أنا بسيبه في العربية يا فندم. افتكرت يا فندم. فين؟ افتكرت المسدس بتاعي اتسرق مني فين وامتى بالظبط. انا كنت نازل من عند مرات ايهاب، ومتاكد قبل ما اطلع ان انا شفت المسدس في العربيه. بعد اذن حضرتك انا لازم اتحرك. وسليم يومها مشي فعلا؟ وهو لو كان مشي كنا زماننا قاعدين هنا؟ لا ما مشيش، واليوم اللي كان ناوي يفارقنا فيه هو اليوم اللي اختار يبقى فيه معانا على طول. ازاي قدرت تقنع سليم يعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ مش انا اللي اقنعك، سليم كان محتاج حد تاني يكلمه ويفهمه احنا بنعمل ايه وليه. السلام سمعت انك عايز تسيبني وتمشي، الكلام ده صحيح؟ اسمع يا عم الحاج، انا لا هعمل قنابل ولا هعمل صواريخ. عايز تبلغ عني بقى ابلغ عني، عايزين تسلموني سلموني، لكن اللي انتوا طلبتوه مني ده انا مستحيل اعمله. خلاص انت على راحتك، النهارده هتكون في بيتكم، انا هبلغه ان يجهزوا لك عربيه ويوصلوا لك مكان ما انت عايز. كمان شرفت اني عرفتك يا باشمهندس.
يعني بس كده؟ أمال فين اسطوانة قال الله وقال الرسول وإن إحنا بنجاهد في سبيل الله ولازم تحارب معانا؟ اسطوانة؟ حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا باشمهندس، أنا عن نفسي مش عايزك تقعد معانا لو أنت مش مقتنع باللي إحنا بنعمله. مش عايزك كمان تعمل حاجة غصب عنك. كل اللي فيها احنا افتكرنا ان انت عايز تاخد حقك زي ما احنا كمان عايزين ناخد حقنا. عايز اخد حقي من الضابط اللي اعتقلني؟ انا كنت فاكر ان انتوا هتساعدوني في ده، عشان كده جيت. ساعدك؟ انت بجد فاكر ان احنا عايزين نخلص منه ومش عارفين ومستنيين انك تنفذ لنا العمليه؟ ماشي، طب مع الفرض اننا ساعدناك وقتلته، تفتكر يعني كده هتبقى خدت حقك؟ طب حق علي اللي مات مين هيجيب له حقه؟ علي انا حاولت ان انا اساعده لما حاولت. ماشي يا باشمهندس، علي ابننا واحنا هنعرف نجيب حقه ازاي، بس عشان ما اكونش بكذب عليك، حتى لو قتلت الضابط ده لا هتبقى خدت حقك ولا عملت اي حاجه. ازاي يعني؟ ازاي؟ وهفيدك بايه ازاي؟ انت مش خلاص خدت قرارك؟ هنضيع وقت بعض ليه بقى؟ ما تخافش يا باشمهندس، محدش فينا هيتكلم ولا هيبلغ عنك. ويسلمك. ايوه وحيد، عرفت هو فين؟ فين؟ تمام، انا هتحرك لهناك حالا. وحيد بقول لك ايه؟ ما حدش له دعوه بيه، انا هروح له بنفسي. تمام؟ سلام. غدا، بقول لك ايه؟ ممكن ثانيه؟ معلش هعطلك، بس عايز اخد رايك في ستوري بوز انا شغال عليه. انهي احسن؟ على فكره يعني لو الاثنين وحشين عادي قول، يعني مش هزعل. انا هنا شغاله ماركتنج مش ادفرتايزمنت. طب وايه المشكله؟ احنا ما انا باخد رايك عادي، احنا كلنا بناخد راي بعض هنا في كل حاجه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انا جايه هنا عشان اشتغل، عايز نشتغل سوا. اهلا وسهلا. في دماغك حاجه تانية؟ فانا فعلا ما عنديش وقت اضيعه. طيب معلش يا ياسر. هاي حبيبتي كله تمام؟ معلش غصب عني كنت شغال وما خدتش بالي من التليفون خالص. مظبوط صح، انا اسف مش هعمل كده تاني. انت وحشاني قوي. وانا كمان بحبك. احمد عامل ايه؟ طب كويس انه صحي، اديوني اسمع صوته. حبيبي أنا بابا. بتقول ألو؟ أي حبيبتي. لا أبدا، أنا شوية وهنام، لازم أصحى بكرة بدري.
وانت كمان خلي بالك من نفسك. وانا كمان بحبك. وانت من اهل باي باي. وإن عدلتم هتقدر تعدل عبد الرحمن؟ كان بها ولا هتميل على ناحية؟ والله ده أنت. عايزك في كلمة بعد إذنك. بعد إذنك يا أخوانا. كان قصدك ايه لما قلت لي ان انا لو حتى قتلت الضابط هبقى ما خدتش حقي؟ تعال بص على الصوره من بره. انت من جواك بتحاول تلخص الموضوع كله في الضابط اللي انت عايز تقتله، ومتصور انك لو قتلته هتبقى خلاص خدت حقك. لكن لو فكرت شويه هتلاقي ان الضابط ده ملوش ذنب. نعم طبعا ملوش ذنب. الضابط ده واحد من ضمن مليون واحد موجودين في الداخلية بيحموا النظام، تربوا على تنفيذ الأوامر. اقبض على ده أوامر سيادتك، اعتقل ده أوامر سيادتك. هي دي عقدة الداخلية اللي مش ممكن تتغير أبدا. وعشان كده لو عايز تحارب يبقى لازم تحارب اللي فوق. واللي فوق بقى تحاربهم إزاي إن شاء الله؟ وليه لأ؟ أنت متصور فعلا إن النظام ده متحصن ومش ممكن حد يقدر عليه؟ هو ده اللي عايزين يوصلهولك. عايزين يقولولك إنهم هم والقدر واحد، ما يقدرش يتغيروا، وإن محدش يقدر عليهم. ما اللي أنت ما تعرفوش بقى إن النظام ده مخوخ من جوه، الفساد اتنخر فيه، كل اللي أنت شايفه صورة مخيفة من بره، ومن جوه ورق هبة ريح تطيره. انت واخد بالك يا عم الشيخ ان انتوا 60-70 واحد ومستخبيين في الصحراء؟ هتعملوا ايه؟ ادينا بنعمل امرنا به ربنا وبنحارب على قد ما نقدر. هل انت ابنك اسمه ايه يا باشمهندس؟ وحشت الأسامي. اسم جميل من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. هسألك سؤال وتجاوبني بصراحة، ممكن؟ اتفضل. تحب ابنك يكبر في البلد دي زي ما هي كده؟ لا. عايزه يشوف اللي أنت شفته؟ لا. ولا قدر الله لا قدر الله تحب يتعمل فيه اللي اتعمل فيك؟ طبعا لا. لكن ايه؟ تسافر؟ والله ده حل، محدش هيقدر يقول لك لا. انا عن نفسي زمان كان عندي فرصه اسافر واسيب البلد باللي فيها واروح اي مكان تاني وهي ارض الله واسعه، بس بعد ما فكرت قلت لا، مش ممكن اسيب بلدي وارضي لشويه فساد يطيحوا فيها زي ما هم عايزين. قررت اقعد واقاوم واحارب، مش علشاني لا، علشان ابني وابنك، علشان لما يكبروا يشوف البلد رافعين راسهم من غير ما يخافوا من اي واحد ظالم. كل الفرق اللي بينه وبينك ان الحكومه بتحميه. قولي مش اي حد يقدر ياخد القرار دوت،
أنا ضحيت بكل حاجة وقعدت. أما أنت بقى لو مش قادر بلاش امشي. إيه اللي معادك لحد دلوقت؟ لو عايز تقعد وتقاوم علشان خاطر ابنك يعيش خليك. اختار، وساعد ما تختار هتلاقينا موجودين. هو اليوم ده اللي بدور عليه يا باشا؟ هو ده، بس ممكن تجيب لي من الساعة 2 للساعة 4؟ لا لا معلش، اقف هنا وراجع شوية بعد إذنك. ممكن تكبرها لي أكتر؟ هو ده اللي سيادتك بتدور عليه؟ هو ده بالظبط. ايوه يا فندم، انا قدرت اجيب صوره للراجل اللي سرق المسدس بتاعي، هبعتها لسعادتك فورا يا فندم، بس يا ريت يعني تقدر تساعدني يعني اجيب اي معلومات عنه. متشكر يا فندم، متشكر. انا في انتظار تليفونك يا فندم، هبعتها حالا. اسمه حمزه، لسه خارج دلوقتي. خرج امتى؟ لسه حالا. مين حضرتك؟ الو، خدت عربيتي يا حمزه؟ خدتها مش كده؟ يا بهاء يا بهاء، اهدى بس وافهمني. وحياة امي ما هسيبك يا حمزه، شوف بقى مش هسيبك. زي ما انت عايز يا بهاء، براحتك. الو، بسرعه ومن غير كلام كتير، حمزه كان بيعمل هنا ايه؟ ايوه يا فندم، حضرتك عرفت هو مين؟ طب وده الاقيه فين يا فندم؟ لا عارف المنطقه دي كويس قوي. متشكر يا فندم، متشكر. طبعا طبعا ساعدتك طبعا. مع السلامه. وايه اللي خلى سليم يقعد بعد ده كله؟ هو مين اللي قال لك انه كان عايز يمشي؟ شوفي، الشيخ جابر ده كان عنده بصيرة، وفي الوقت اللي كلنا كنا شايفين إن سليم مش هيكمل وهيمشي، هو الوحيد اللي قال إنه هيكمل وهيقعد. طب وإيه اللي حصل بعد كده؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعني ما مشيتش؟ كنت عايز اتكلم معاك شويه. امال؟ اتكلم.
اتفضل 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 يا سليم اتفضل. خير يا استاذ سليم اتفضل اتكلم. انت باين عليك راجل ذكي ولماح، واكيد فاهم كويس ان انا جيت هنا علشان اخد حقي. عارف، وعارف كمان ان واحد زي حالاتي عمره ما هيعمل حاجه مش مقتنع بيها بنسبه 100%. كويس، انا معاك ان احنا عايزين نغير البلد والنظام، بس مال تفجير معسكر الامن المركزي بتغيير النظام؟ يعني ما انتش عارف؟ يعني احنا لما نفجر المعسكر ده هنغير البلد؟ لا طبعا، بس هي خطوه على الطريق. شوف يا استاذ سليم، المعسكر ده مش بتاع الداخليه اللي هي بتحمي النظام، مش كده؟ مظبوط. والداخليه بقى لها كام سنه بتوصل للناس رساله ان اللي ما حدش يقدر عليها ابدا. ده معناه ان ما فيش حد هيقدر على تغيير النظام. باختصار كده، الداخليه هي العصايه اللي في ايد النظام، اي حد يخرج عن طوعه بينضرب بيها. تخيل بقى اخ سليم لو احنا كسرنا العصايه دي، وهي عمليه تفجير معسكر الامن المركزي هي اللي هتكسر العصايه. يا سليم افهم، العمليه دي مجرد رساله مش اكتر، رساله للنظام بنقول له فيها ان احنا مش خايفين وهنفضل نقاوم في اي وقت وفي اي مكان. والاهم من كده بقى رساله للناس، اي واحد زيك لما يعرف ان احنا هزمنا الامن المركزي وفي عقر داره كمان، تفتكر يحس بايه ويعرف ايه؟ يحس بالامل، ويعرف ان هيجي يوم اي واحد زيي وزيك هيعرف ياخد حقه في البلد دي. بس الحكايه دي هيروح فيها ناس كتير ملهاش ذنب. اي حد فينا بيختار هو مين وبيعمل ايه. اللي هناك اختاروا انهم يكونوا العصايه، واحنا اخترنا ان احنا نبقى صوت الحق. السؤال دلوقتي هو انت هتختار تكون مع مين؟ فكر يا سليم، فكر. تصبح على خير.
أنا خلصت. احساسك ايه وانت هربان؟ لو فاكر انك بالشكل ده هتخلص مني تبقى غلطان يا سليم. وتفتكر ان انا بعمل كل ده علشان ادخلك السجن وبس؟ هو ده اللي هيحل كل اللي ما بيننا؟ لا يا حمزه، انا قلت اخليك تجرب تبقى مكاني، تبقى هربان من الدنيا كلها زي ما انا كنت هربان. اسمع يا سليم، زي ما جبتك اول مره هجيبك تاني. حلو كده، بدات ترجع حمزه بتاع زمان، بس لسه محتاج شويه وقت. خد بالك من نفسك، عايزك تبقى جاهز قبل ما نتقابل تاني. بوعدك مش هتأخر عليك. وحشتني وحشتني وحشتني، شهر بحر يا سليم ما اشوفكش فيه. وانت كمان وحشتيني، والواد الكلب الصغير. المهم طمني عليك، عملت ايه؟ الشغل اخباره ايه؟ خلاص وافقوا ينقلوك فرع القاهره؟ ايه؟ ما وافقوش؟ لو ما وافقوش يبقى خلاص، شوف لك شغلانه تانيه. انت كده كده مش مضطر تكمل معاهم، بعدين انت قلت لي من الاول هما وافقوا وينقلوني، بس مش هنا. يعني ايه مش هنا؟ امال فين؟ عايزين اروح ايطاليا 5 شهور. لقيت الواد اللي سرق السلاح بتاعي. يا مرحبا. يا مرحبا يا شيخ. يا مرحبا يا شيخ. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا شيخ. مرحبا يا شيخ. اتنيل واسكت. اسمع، تقدر توصل لي في قد ايه؟